فريق 18 سنة يعني السنة دي جيل مميز. ما فيش سر ولا حاجة، هو النادي الأهلي مطالب يكسب على طول طبعا، والمركز الأول ما يعني المركز الثاني مش موجود في النادي الأهلي في كل الألعاب يعني، بس فاحنا شغالين من أول الموسم فترة إعداد فالحمد لله الدنيا ماشية كويس لحد خلصنا الدور الأول كله ماتشات كلها، لسه مخلصين أول امبارح بطولة المنطقة الدور الأولاني، كسبنا الماتشات كلها ومستنيين بقى ان شاء الله السيمي فاينل باذن الله. هو الجيل ده مميز من الميني باسكت الحمد لله، يعني احنا عندنا 6-7 لعيبه في كابتن طارق خيري واخدهم مصعدهم معاه الدرجه الاولى وبيلعبوا وبيتمرنوا بصفه مستمره. الباقي برضو اللي موجود معايا ما يقلش كفاءه عن الناس اللي طالعه درجه اولى، بس طبعا الناس اللي بتطلع درجه اولى بيبقى يعني حسب البوزيشن في الدرجه الاولى الاحتياجات ايه، بس فالحمد لله اللي هو جيل مميز وهيبقى في انا توقعات هيبقى في 5-6 بروميسنج في الدرجه الاولى في خلال السنتين الجايين ان شاء الله. الحمد لله طبعا شرف لاي مدرب طبعا في مصر بيمسك المنتخب، يعني دي مش اول تجربه ليا في المنتخب، يعني اول تجربه كمدير فني للسنه دي ان شاء الله، عندنا بطوله افريقيا شهر 7 الجاي مؤهله لكاس عالم، اتمنى ان ربنا يوفقنا فيها باذن الله وانا مبسوط طبعا بالتجربه دي. طبعا كل مدرب بيبقى ليه طموح، طبعا طموحاتي زي اي مدرب ان انا امسك منتخب مصر الكبير وامسك الدرجه الاولى في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الكبار برضو باذن الله، ان شاء الله باذن الله نتمنى ودعواتكم ودعوات جماهير النادي الاهلي كلها اللي احنا نحقق البطولتين السنه دي زي السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. والله زي ما بقول لك هو الجيل كله مميز، يعني الجيل كله مميز جدا، يعني زي ما قلت لك مش هقدر يعني مش هقدر اقول لك مين اللي مميز، بس انا بقول لك زي ما متوقع في 5-6 بروميسنج للدرجه الاولى، هم اوريدي من دلوقتي في الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله.